لا تنحب شوق وحنين، إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين، إن شاء الله دايما تامين ولامين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الأصدقاء الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم وعيد سعيد وأفراح متواصلة بمناسبة العيد السعيد في هذه الفترة المفتوحة من بلدنا، من بلدنا التي تطوف السودان ترتحل هذا اليوم وتقف في واحدة من المناطق السودانية المميزة بالتراث والإبداع والثقافة والإنسان والفن أيضا، منطقة النيل الأزرق. في العيد لدينا معها الكثير من الحديث، هذه المنطقة تراثيات أبعاد إنسانية وثقافية واجتماعية من خلال محاور مختلفة، من خلال إبداع وفن هذه المنطقة. كيف تشكلت، كيف تشكل إنسان هذه المنطقة، منطقة النيل الأزرق، من خلال ضيوف أعزاء داخل هذا الاستوديو وداخل هذا اللقاء، هذه الجلسة الأريحية على شرف النيل الأزرق. مرحبا بك الأستاذ الموسيقار أمير النور، و أنت اليوم تتحدث بلسان النيل الأزرق من خلال موسيقى وفن وأدب يجب أن ينتشر وينطلق من السودان إلى كل ربوع العالم. مرحبا بكم في، وكل عام أنتم بخير والمستمعين المشاهدين بخير يعني. مرحبا بك أستاذ أمير ودكتور علي الضو من معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، رئيس قسم الفلكلور بالإنابة، وأنت الخبير بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتركيبة الجغرافية لهذه المنطقة، منطقة النيل الأزرق. والله السلام عليكم ورحمة الله، وعيد سعيد على كل المستمعين والمشاهدين. وأنا سعيد جدا جدا أنه أتكلم عن منطقة النيل الأزرق، لأنه هذه المنطقة لها علي أفضال كثيرة، لأن المنطقة التي بدأت فيها دراسات العليا، ويمكن طوفت في كثير من مناطقها وتكونت بيني وبين أهلها صداقات كثيرة. فمرحب بكم ومرحب بالنيل الأزرق. نعم، أيضا نرحب بالأستاذ الشاب أبو بكر سليمان التشكيلي والباحث في تاريخ وجغرافية النيل الأزرق وأحد أبناء المنطقة أيضا. شكرا جزيلا لهذه السانحة، وكل سنة وأنتم طيبين والمشاهدين طيبين. دكتور الضو، يمكن لما نقول النيل الأزرق ككلمة، نيل أزرق أو منطقة النيل الأزرق، هذه الكلمة ونحن في عيد وفرحة ويمكن كل الأسر الآن مجتمعة، دارين نعرف هذه المنطقة بصورة جديدة بمفهوم جديد. النيل الأزرق الآن عنده خصوصية، عنده أبعاد، عنده أهداف. ما هي النيل الأزرق كمنطقة؟ والله أنا بالنسبة لي النيل الأزرق رقعة جغرافية ثرة في كل المناحي. أولا، منطقة النيل الأزرق هي واحدة من المناطق ذات السافانا الغنية في السودان، ومنطقة النيل الأزرق واحدة من المناطق اللي كان عندها دور جذري في التركيب السياسي والبناء الدولة السودانية الحديثة. منطقة النيل الأزرق هي كانت المغناطيس الجذب ولفت انتباه الغريب الطامع في السودان، بأن السودان ثر وغني بموارده، وخلى الأجنبي يخش السودان يعني. فمنطقة النيل الأزرق يجري عليها النيل الأزرق نفسه ماخذ الاسم، واحد من الأنهر العظيمة في العالم مش في السودان فقط، ونهر عنيف وخير في نفس الوقت، وهو المغذي الأساسي لنهر النيل اللي بقى يعني روح ونبض لكل المناطق الواقعة في مجراه. طبعا دكتور الضو، يعني نحن لما نقول النيل الأزرق هو من منبعه نعم إلى المجرم في الخرطوم، ولكن نعم الخصوصية في الولاية. نعم، الخصوصية في الولاية تتأتى من أن هي منطقة جمعت وحوت عدد كبير جدا من السودانيين أصلا كانوا مستقرين في المنطقة، والآخرين جو عليهم. ويمكن يكون واحد من الخصوصية بتاعت منطقة النيل الأزرق أنه
اتخلقت مجموعات إثنية كاملة نتيجة لهذا الاختلاط. يعني بقت في مجموعات مسمى عند عرق عند جنس عند نتيجة الاختلاط الناس. منطقة النيل الأزرق هي كانت الملاذ لكل السودانيين اللي حصلت لهم ظروف غير طبيعية في أجزاء السودان الثانية نتيجة للضغوط المستعمر نتيجة للظروف الغير طبيعية أنهم ينزحوا. الناس بيسموه صعيد يعني صعيد مناطق خير يعني دي الحتة اللي فيها يعني أي شيء ممكن يكون عنده قيمة في السودان. يعني أرض خصبة، إنسان طيب، مياه كثيرة، غابات، نعدد أشياء، معادن، ذهب، كروم، أشياء كثيرة جدا. نعم. منطقة النيل الأزرق. أستاذ أمير، يمكن في ابتدار هذه الفترة المفتوحة مع كل الأحباب المشاهدين، يمكن الخصوصية اليوم لإنسان ولاية النيل الأزرق، ودي تحية من أسرة هذا البرنامج لكل مواطني ولاية النيل الأزرق ومناطق النيل الأزرق داخل وخارج السودان، هي تحية خاصة من أسرة البرنامج. وكان معانا اليوم الفنان الشعبي بالنيل الأزرق طه تيري أو فيري، وزي عاوزين نعرف به ونقدم أولى هدانا للمشاهد وتحية خاصة للنيل الأزرق. وأنت كرجل موسيقار عرفنا أنك متبحر في تركيبات نغمية مخصصة عن النيل الأزرق. طبعا أول حاجة الواحد طبعا بيكون سعيد جدا أنه في هذه الجلسة أنه يكون معه الدكتور علي الضو، طبعا هو أستاذي في كلية الموسيقى والدراما. الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون معه في الحلقه دي، والاستاذ بكري من ابناء بكوري منطقه النيل الازرق برضه. انا سعيد جدا يعني طبعا الاستاذ دول اللي حيغني معانا. نعم. النيل الازرق طبعا هي البوابه للسودان من الناحيه الجنوبيه الشرقيه، وهي ده كان مدخل لثقافات جديده، مدخل لثقافات. في طبعا في الحته دي في تداخل قبلي، طبعا يعني معظم القبائل الموجوده في النيل الازرق طبعا فيها في تداخل بينها وبين الجارة أثيوبيا، فهي بتقع في المنطقة الجنوبية الشرقية لدولة للسودان. ومن الناحية الجنوبية الغربية هي ولاية عالي النيل، ومن الناحية الشمالية الشرقية اللي هي ولاية سنار، فهي موجودة في المنطقة دي. وهي النيل الأزرق ذاتها هي موقع متميز زي السودان ذاته. السودان ذاته طبعا موقع متميز لأنه بيقع في قلب الغارة الأفريقية وامتزج فيه العرب والزنج والبيجة وكده. النيل الأزرق نفس الحكاية، يعني في قبائل عربية امتزجت بقبائل زنجية موجودة في المنطقة، لدي القبائل الأصيلة الموجودة في يعني زي الهامج وزي البرتا وزي طيب. القمز وكده. فالنيل الأزرق طبعا هي سودان مسقر. نحن بيات وقاحا نحيي المشاهدين في أول عمل. بنشتغل في إيقاع اسمه إيقاع الكلش، وده هو بالنسبه للنيل الازرق بيعتبر زي الايقاعات زي في كردفان في المردوم، وفي شماليه في الدليب وكده. هنا عندنا ايقاع اسمه الكلش، بيغني اغنيه اسمها بونونونجو، دي هي من اغاني التراث. انا شايف طه مستعين انت حتقدمه بالايقاع. انا حابب منها جزء، لانه اساسا نحن انا في الدراسه بتاعتي بتاعت الماجستير عملت نوتت بعض الاغاني دي، يعني دوناها عشان ما تندثر، يعني اللي من الغاني تكون موجوده في النوتة الموسيقيه وبتكون محفوظه. يعني الغرب كلهم في اوروبا الناس حافظوا على تراثهم بالتدوين بالعلم طبعا. طيب. Shabuya
أجل أخلي حسكت مبدابا ننديول ننغلول ننغلول ننديول ننغلول ننغلول يا قامو قدنا غلنغوي شابوي عدوي انا غلم قوي يا جبان عدوي يا قمر اي يا قمر يا مدن مدن قوي شرد والوي ده يقع الكلش يقع تتميز به منطقة النيل الأزرق. يمكن دكتور يعني سماعك للإيقاع ده رجعك المنطقة مباشرة. أي رجعنا المنطقة لكن عشان المستمع ذاته احنا ما يعني نشيله احنا بنقصد أيوة. يعني شنو الكلش؟ لا الإيقاعات احنا عندنا في العمل الموسيقي إيقاعات بتكون بسيطة وفي إيقاعات مركبة. يعني هسه معظم الإيقاعات تكلمنا عنها دي هي إيقاعات بسيطة يعني بمعنى أنها يا ثلاثية يا رباعية لكن التفاصيل. يعني الأوروبيين عندهم إيقاع ثلاثي بيقولوا على الفالس يمكن كل معظم الناس بيرقصوا عليه لكن احنا عندنا نفس الإيقاع الثلاثي اللي بنسميه تمتم بتجي الاختلاف في التفاصيل أو المردوم ثلاثي برضو لكن في التفاصيل. فنحن عندنا تفاصيل موجودة في الإيقاعات البسيطة دي بتدي خصوصية لونية
مميزة جدا جدا، إذا استغلوها الناس المنتجين للعمل الموسيقي ممكن يعملوا إضافات كبيرة جدا جدا. نعم أستاذ أبو بكر، يعني التعدد في الموسيقى في النيل الأزرق طوالي بينعكس مباشرة على التعدد والتباين والاختلاف في قبائل النيل الأزرق. يعني الآن النيل الأزرق فلاتة، همج، عنج، برون، يعني أكثر من أنقسنا، كل هذه الإثنيات بنلقى إنه مع اختلاف القبائل تختلف الموسيقى. زي ما قلت يعني النيل الأزرق هي مختلفة في الثقافة، في المجموعات السكانية، يعني ممكن أختلف مع الأستاذ أمير حبة إنه ممكن يعني إصغاط مجموعات قبلية في منطقة النيل الأزرق بيكون فيه شيء من الصعوبة، لكن هي مجموعات مختلفة في الدين، في اللغة، في العادات، في التقاليد. لكن بتتلاقى وين؟ متداخلة جغرافيا. التلاقي، نقطة التلاقي وين؟ بتتلاقى جغرافيا، يعني كلهم بيسكنوا في حتات مختلفة، يعني أي غرية، الغورة بتاعت النيل، الأرياف بتاعت النيل، كل المجموعات دي عايشة فيها في أمان، لكن كله يحمل طقوسه وعاداته وتقاليده، يشتركوا في أنماط بتاعت إنتاج. في النيل الأزرق في المزارعين التقليديين، الزراعة التقليدية، في المجموعات الرعوية، في رعاة بتاعين أبغار، في رعاة، في مجموعات جات للنيل الأزرق وهي مجموعات رعوية، في مجموعات عربية رعوية في موجودة في النيل الأزرق، فكل المجموعات دي هي المكونة لإنسان النيل الأزرق ومكونة للثقافة بتاعته. المجموعات دي كلها، كل مجموعة عندها عادات وتقاليد وثقافتها القائمة بذاتها. دكتور الضو، يعني كلام بكري كلام مهم جدا، ممكن فتح لنا باب إنه الأيامات دي الجو في النيل الأزرق خريف. نعم. خريف خضرة وجبال مخضرة. نعم. والنيل الأزرق الدميرة. نعم. الحاجات دي يعني الطبيعة الخاصة بتاعت النيل الأزرق. نعم. هل أثرت في تركيبة سكان النيل الأزرق؟ يعني أشكال، لغات، أنماط. والله يعني طبعا مش الأشياء دي هي اللي أثرت، لأن الناس أصلا بأنماطهم بأشكالهم. منطقة النيل الأزرق منطقة الصعيد، منطقة جاذبة، لأنه فيها خير كثير. يعني ناس كتار جدا من أعراق مختلفة، من ثقافات مختلفة، نزحوا للمنطقة دي لأنه بتلقى فيها الأرض، وبتلقى فيها الكلاء، بتلقى فيها المرعى والموية، ويعني كده الأشياء اللي أصلا بني آدم بيركز نفسه حولها. يعني أنت لو لاحظت معظم القرى ومعظم المدن في مختلف أنحاء السودان تلقاها قايمة على الدماير والخيران، مساقة المياه، يعني لأنه بدونها الإنسان ما بيقدر يعيش. فوجود النازل في الحتة دي خلق منهم نوع نشاط اقتصادي متشابه. يعني معظم الناس اللي بيمارسوا الزراعة، وفيهم ناس رعاة، يعني في مجموعات رعوية لأن المنطقة فيها كلاء كتير جدا، والرعاة والمزارعين بيناتهم في علاقات متداخلة، وخلق نوع من أنواع الـ يعني الفهم المشترك وحل حل المشاكل، ومجموعة من العادات والتقاليد، وكيف لما تحصل مشكلة المزارع إذا البقر دخلت في هنا أكلت يحلوها كيف. بعدين دي ذاتها جرجرت لحتات بتاع الزيجات وتصاهر وخلق زي ما قلت لك مجموعات جديدة وما إلى ذلك، وبقى في يعني الثقافة الموسيقية السائدة في المنطقة في بشكل كبير جدا، شكلها واحد. نعم يعني أنت كرجل موسيقي ورجل باحث، يعني دكتور بتلاحظ أنه الآن هذا التباين في النيل الأزرق يمكن تكاد لا تكون هناك ولاية في السودان بها مثل هذا التباين. نعم. يعني ولاية واحدة فيها أكثر من نغمة، أكثر. نعم. من إيقاع موسيقي. نعم. ده يعني كان ده اللي بدل على شنو؟ هل هذه الولاية فعلا ولاية عندها خصوصية ثقافية اجتماعية؟ وتعرف يعني إن هي ولاية واحدة. أيوة، إما منطقة النيل الأزرق منطقة بتاع سافانا غنية، فيها كثافة بتاعت غابات وحيوانات وما إلى ذلك، دي بتوفر عناصر بتاع الثقافة مادية تساعد على إنتاج الآلة الموسيقية. يعني أنت كل ما مشيت من منطقة فيها كثافة بتاعت غابات وأشياء ممكن تنتج منها يعني حاجة تعمل منها صناعة، كل ما كان الغنى والغناية علاقاته بالآلة الموسيقية ضعيفة جدا. يعني لما تمشي تصل منطقة الصحراء ما في آلات موسيقية خالص، مش لأنه الناس ما دايرينها، لكن ما في حاجة يصنع منها آلات موسيقية. فوجود القرون وموجود الغابات والأخشاب وبقايا الحيوانات بتشجع الإنسان في أنه يصنع كمية من الأدوات المساعدة، مساعدة سواء كان في الزراعة، مساعدة في الإنتاج الموسيقي، مساعدة في بقى في كثافة بتاعت إنتاج آلي
كثير جدا جدا. نعم. يعني في الزراعة في كمية من الأشياء مساعدة في الإنتاج الزراعي لأنه في حاجات متوفرة بتصنع منها. في الموسيقى في كمية من يعني كل ذول يجي يخرط له وقنا قد قد يعمل صفارة واحد تاني يعمل واحد كبيرة. نعم. يبقى رين يصف يعني في ما في كثافة بتاعت موسيقى آلية زي ما موجود. نعم. في الأزراع. أنا أستاذ أمير يعني زي عندك إضافة لكن أيوة ده بس ده أضيف الحتة عشان ننتهي من الحتة الجغرافية دي. القبائل دي طبعا أي قبيلة هو في سلسلة جبلية وبتاخد اسم الجبل ذات. يعني مثلا في كشنكورو جبال كشنكورو ده على الجيسان هناك في الكشارة دي البرام دي طايف برا بيتجي هنا في منطقة الكرموك دول سلسلة جبال دول بتلقى الدوالة دي برضو مجموعة برام بتمشي هناك سلسلة جبال الانقسنة بتجي هنا بني شنغول هنا في جهة الرصيرز بجاي بتلقى برضو هنا جبال بني شنغول دي في بعض القمز وكده. بعدين في قبائل ما بتلقاها يعني مثلا قبائل القمز دي تلقاها هنا موجودة في شرق الرصيرز ما بتلقاها هناك في جوا في جهة قيسان كلهم ما موجودة. فدي خصوصية جاية من هنا يعني أي منطقة عندها ناس أو قبائل ولا اسم القبيلة ذاته بأخذ من اسم الجبل. في منطقة قيسان جبل قشن ذاته قيسان جاي من قشن قشي معناه بالروتانة يعني زي قاعد قبل سكن قبل. فدي الخصوصية بتجي من هنا يعني دي الحتة اللي قلت لك ما موجودة في الولايات الثانية موجودة في ولايات النيزر فقط. الحتة دي أي مجموعة إثنية ساكنة في حتة محددة. أنا متخيلك تيجي شارع الوازة لكن جي شارع الأكورديون ده ما بيمنع إنك يعني زي اللي عندك رسالة إنك شايل أكورديون وزي عاوز تذكر الناس إنه في إيقاعات نحن لازم نذكر بها. نعم انا مع الاكورديون استخدمتها في اثناء البحث بتاعي في الرساله بتاعت الماجستير استخدمت الاكورديون اذكر باسم البحث يا امير. انا اشتغلت في الضروب الايقاعيه انماط الغنائيه والضروب الايقاعيه عند قبيله القمز بالسودان لانه القبيله ذاتها هي موجوده نصها في اثيوبيا ونصها في السودان يعني دي معظم القبائل الموجوده في السودان مرتكزه في النيل. فانا جيت الاكورديون قست بها وحتى الوازة برضه قست بالاكورديون الاصوات يعني الوازة هي الموسيقى بتاعتها أوضح من الأندقة بتاعت القمز. يعني شنو ما مقاطعة شنو من الإيقاعات الممكن تخرج من الأكورديون وتعبر عن النيل الأزرق يعني شنو من الآلات الوازة ممكن؟ نعم هي في بالمناسبة حتى الأغاني اللي بيتناولوها بآلة الربابة هي أساسا أغاني وازة. أغاني وازة هي الأصل باعتبارها وأنا أنا أنا يعني دار أقول إنه الوازة ذاتها هي أقرب إلى الآلات المكتملة من الآلات الثانية. يعني مثلا الوازة أصواتها واضحة ليه لأنه مثلا زي الفلوت والبيكلو بيقوم بيصور أصوات العالية الفلوت بيصور أصوات في الطبقة الوسطى اللي بيقدر يقولها الإنسان دي الوازة كده. لكن الأندينة الصحافية الأندينة بيصور في أصوات حادة عشان كده الزول ما بيقدر يسمعها المولدات بتاعتها ما بتكون واضحة زي الوازة. طيب. يعني حسنا مثلا في أغنية بتاعت وازة زي بني شنغول بعلا دي أغنية حسنا هم بيغنوها بربابة يعني تتنوع الثقافات والبيئات في ربوع السودان المختلفة ويقابل هذا التفرد والتنوع من موروث شعري وغنائي وموسيقي يقابله تفرد وجمال كهذا الذي نراه في بكوري بمحلية قيسان. فالمناسبة ختام ورشة فنية تشكيلية جاءت فرقة الوازة لقبيلة البرتا بمرمز وانفعل الجميع تجاوبا ورقصا وتوثيقا. الوازة عطر التاريخ وعبق الماضي الذي تفخر به ولاية النيل الأزرق وعلى حافة خرتمد الذي يترأى لنا من على البعد امتزج هؤلاء إيقاعا ورقصا ونغما ربما يختلف من قبيلة لأخرى في دلالته ولهجته ومن ثم في طريقة أداء الراقصين والعازفين. ولاية النيل الأزرق توصف بأنها من أثرى مناطق السودان بالمواد الفلكلورية والآلة الموسيقية الوترية والهوائية التي تميزت بها مجموعات بعينها لارتباطها الوثيق بالحياة الاجتماعية والتقاليد والعادات مما جعل لها أزمانا ومواعيد محددة لعزفها. ذكرت الروايات أن الوازة بدأت عند الكواملة أو القواملة وهم أول من اخترع الوازة
ويسكنون المنطقة المتاخمة لحدود الحبشة، ويسمون مجموعة الآلات المستخدمة بالوزة وكذلك الرقصة أو اللعبة، لكن التسمية الشاملة للوزة هي الزمبارة. وأفادت مصادر لكامير الشروق أن منطقة جيسان هي منبعها الأصلي والأشهر لصناعتها، بينما يعتبر فصل الشتاء هو الأفضل لصناعتها. تتكون الوازة من 13 قطعة إضافة للجرباء والصفار البلدية، بينما تتكون الفرقة الكاملة من 12 آلة تتراوح في أطوالها، يحمل كل واحد من أفرادها زمبارة صغيرة، والزمبارة عبارة عن عود مجوف ينفخ عليه من فتحته العليا، بينما يقف وسط العازفين عازف آخر يحمل زمبارة كبيرة تكونت حلقاتها من الجرع أو البخس، بينما يحمل أحد العازفين كشكوشا في يده لحفظ الإيقاع الصادر من العازفين على الأعواد التي تأخذ شكل الزاوية الحادة، يضعونها على أكتافهم ثم يضربون عليها، وأثناء العزف تتحرك النسوة مرة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف دون انتظام على إيقاعات تصنع آلاتها وتجمع بطريقة خاصة. الوازة اسم لمجموعة آلات موسيقية شعبية تجعل الفرح منسابا وسط العازفين والمتفرجين، ورغم الاختلاف الطفيف في بعض مفرداتها من قبيلة لأخرى، إلا أن الكل هنا وهناك تجاوب مع إيقاعها الذي اتسق مع إيقاعه الداخلي، ورسم لوحة فلكلورية امتزجت ألوانها واتسع إطارها ليسع الجميع. شو باريو حتى في اي النص تاعي بيتعرف انه النيل الازرق موجود هنا، ولا الموسيقى بتاعت النيل الازرق هي فيها كلش ده ماخوذ من الغالوازات، وفي بعض الروايات انه ماخوذ من باتمتوم بتاع القمز، فدي الطعم بتاع الغاعات بتاعتنا مختلفه بتاعت النيل الازرق، بتعرف انه دي موسيقى النيل الازرق. خلاص انا شايف طه بسعيد هيقدم اغنيه، في اغنيه اسمها نجم الصباح اللي بديده.
نجم الصباح استمعنا لها في إيقاع شعبي تراثي من منطقة النيل الأزرق. أستاذ بكري سليمان الباحث في تاريخ المنطقة وجغرافية النيل الأزرق، نحن في هذه الفترة من بلدنا زي عاوزين نحيي التجمعات السكنية الموجودة في المنطقة، يعني دارين نحيي البرتة وين قاعدين، دارين نحيي القمز وين موجودين، دارين نحيي القبائل المختلفة عموما، لأنه نطوف طواف سريع كده عليها. كويس. المنطقة بتاعت النيل الأزرق هي زي ما قبل الأستاذ أمير شرح إنه هي منطقة يعني الطبيعة بتاعتها منطقة بتاعت جبال وسهول وشقي النيل. فالمناطق بتاعت السيطان الأساسية يا على الجبل يا على النيل. فبتلقى الجهة الغربية من الولاية تسمى المجموعات بتاعت مجموعات يعني هو اداريا الولايه مقسمه لعموديات ومكوك الكبير المك، وبعد ذاك في عموديات الهمج وعموديه الفون شرق غرب. فبتلقى الهمج والقمز وجزء من المجموعات الجات في غرب الولايه ديل في الجهه الغربيه او تقول شرق الروسيرس. الجهة الوسط اللي موجودين قبائل ما يسمى بالبرتة والكشارة لغاية ما تصل الحدود قيسان. الجهة الغربية ولا كده جبال تلقى المنطقة بتاع الجبال اللينقسنة دي ساكنها مجموعات اللينقسنة، ويعني هو المصطلح بتاع اللينقسنة ذاته يعني الاهالي ما والسكان ما قاعد يستخدموا، الناس اللي هو بيستخدموا اسم بتاع قمق، بيقولوا قمق كمجموعات كبيره تمشي منهم بتلقى البرون بتلقى المابان لغايه ما تصل الدواله تصل بغادي تمشي يابوس والكرموك وشالق، يعني دي المنطقه بتاعت مجموعات صغافيه. المجموعات دي كلها يعني الهمج والبرته و والناس الظروف الحرب جابتهم بقوا يتكلموا اللغة الأساسية مشتركة هي اللغة تسمى بلغة البرتة، اختلاف بتاع لهجة. نعم، لكن أنا برضو مع دكتور علي يمكن تتفق معي أنه نحن الآن في السودان وفي مرحلة جديدة زي عاوزين نبحث عن حي توحد الناس. نعم، ونحن بنتكلم عن ولاية بمفهوم سودان كبير. نعم، الآن لغة البرتة الموجودة في منطقة النيل الأزرق نعم بما تمتلك من ميزات وخصوصية، هل يمكن أن تكون لغة موحدة لكل هل عندها صفة دي ممكن تكون يعني لقدام أو يعني إذا بقت شنو اللي بيخليها تكون اللغة دي؟ شوف، نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا يعني منذ استقلال السودان ولحد هسه لا زالت قائمة وتسببت بشكل أو بآخر في انفصال جزء من السودان. نتكلم عن الوطن وعن وحدة الوطن وبدون ما يكون عندنا تعريف واضح جامع متفق عليه، يعني لغة الناس تتكلم عنه الوطن هو مكان السكن، لغة مكان السكن ده ممكن يكون بتاع زول واحد يعني بس زول واحد يكون ساكن في حتة ده وطنه، وبعدينك ممكن يتمدد يكون انت ومعك اسرتك وقبيلتك وبعد شوية الناس اللي حولك وهكذا. يبقى الوطن ذاته عنده قابلية بتاعت الانكماش والتمدد ودي مربوطة تماما باحتياجاتك. طيب، يعني قدر ما تحس بانك انت في الحاجة دي انت معاها، قدر ما تنكمش منك انت بيزح منها تبعد منها، يعني موجود في راس الزول اكثر من انه رقعه جغرافيه حاتمين. طيب، عشان كده احنا كل الناس اللي تكلموا عن البوتقه وتكلموا عن الحاجات التنوع احنا نتكلم عن المشترك، يعني نبحث عن حاجات ممكن توحد الناس، ممكن الناس يشتركوا بدون تسلط. ودي بنلقاها في لغه البرتة. لغه البرتة واحده من اللغات السودانيه الجميله اللي كل الناس اي زول مشى المنطقه بتاعت الجنوب النيل الازرق إذا جاء من أي جزء من أجزاء السودان اشتغل في التجارة أو اشتغل في الوظيفة وقعد في المنطقة بشكل كويس واستوعبته ثقافة المنطقة وموسيقى وتكلم لغة البرتة بميز شنو هذه يعني اللغة؟ يعني هي بقت زي اللغة الجامعة
يعني لو لازم المجموعات كلها الجلابي على الموظف على الزول المواطن عايزين يتكلموا مع بعض يتكلموا لغه البرد. ابو بكر فيها شنو من الميزات ممكن نقول على لغه يصلح ان يتم تداولها في المنطقه عموما؟ هل هي من مكونات لغويه محليه ام من خارج السودان؟ والله انت يعني بتلقى لانه المجموعه الكبيره هي بتتكلم بياسي زي ما قال الدكتور. مكونات اللغه دي شنو؟ ايوه يعني هي هل هي عربيه ام انجليزيه ام ايطاليه ام زنجيه؟ هي لغه افريقيه. نعم. يعني هي لغه افريقيه لكن فيها لغة كلمات عندها قابليه التطوير. نعم. اديني يعني مثال يعني بنلقى فيها شنو من المصطلحات اللي ممكن تكون غريبه على الاذان مثلا؟ يعني ممكن تسمع كلمه انجليزيه مثلا؟ يعني مثلا اديك مثال مثلا كلمه كمبل. كمبل دي بلغه البرتا معناها الجمل. الانجليزيه كامل. نعم. يعني بالانجليزي انا برضه قريبه لك برضه فيها نفس اللي انا قريبه للسواحليه. بعدين ترومبي هي فيها 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 برضه مفردات عربيه. ديفنتلي فيها مفردات عربيه كثيره. يعني ظل يعتذر يقول لك يا اخي الحاجه دي حصلت لك كده وبعدين عايز يقول لك يا اخي معلش ما في حاجه ولا زي ولا بدت باللغه العربيه ولا زي يعني ولا زي يعني ما في حاجه. يعني عندها معناها دي لغه عندها المقدره بتاعت انها تشبك معها لغات ثانيه بحيث انها بقت بالسهوله بحيث انه يعني يعني ذول يكون موجود عنده القوى الاقتصاديه تاجر في قريه هو عنده القوى الاقتصاديه مفترض انه الناس اللي بيجي يشتروا منه ذيل غصبا عنهم يتعلموا لغته صح لانه هو قابض الاقتصاد يعني لكن تلقاه لا بقلب النظريه انه هو بيتعلم لغته. في بحثك ضمنت ايقاعيا الدير على ذلك التسعة مجموعات في النيل الأزرق يعني هم زي 18 مجموعة دي القبائل الموجودة في النيل الأزرق تسعة مجموعات تتكلم لغة البرتا دي حتى المجموعات العربية جات إلى النيل الأزرق ديل قاعد يسموه الوطاويين طبعا ديل برضو بيتكلموا لغة البرتا. أنا طبعا في البحث ده طبعا أنا تناولتها هي كمقارنة بلغات تانية بلغة القمز ولغة الإنجسنة يعني لكن هي في الاول بتاتي البرتا في الاول حتى بعد ذاك بتجي الانكسن والقمز دي اللغات المسيطره وفي مجموعات كثيره يعني في الرقاريق ذاتهم اصبحوا يتكلموا لغه البرتا يعني الهامج ذاتهم اصبحوا يتكلموا لغه البرتا يعني اللغه دي انقرضت اللغات الثانيه دي في لغات انقرضت كثيره بقت اللغه المسيطره هي اللغه البرتا. نعم هو مدخل لثقافه كبيره جدا وواسعه. نعم. والحديث حول يمكن منذ ابعاد لكن احنا نمشي لطه ونقدم واحده من التواشيح النيل الازرقيه لكل المشاهدين حنسمع شنو؟ اي طه 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 افيري طه افيري هو ذاته هو مؤلف هو منتج للغناء يعني حتى الفنان سيد عثمان بيغني له يعني بيغني من غناء طه افيري فعنده من اغانيه الفه يعني كلماته والحان بس حيقدم شنو؟ حيقدم We'll be right back.
خليهم قرابي قلي ما بين جما خليهم قرابي قلي ما بين جما يا الله ما بدنينا بولدي والله سلوى لقدي من جديد بنعود ويمكن انا برجع لك تاني استاذ امير زي عندي سؤال عاوز ابدا معك واكمله مع استاذ علي الضوء. ليه الموسيقى في ولايه النيل الازرق مرتبطه في كل المناسبات سواء كان زواج عادات حتى اذا كان هنالك حزن؟ ممكن يتفق معي الاستاذ برضو يعني الموسيقى ملازمه عادات وتقاليد سكان النيل الازرق. الحياه كلها في النيل الازرق هي ايقاع الحياه مرتبطه بالموسيقى. يعني ال لما مسكنا منشط زي زراعة من 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 نظافة الحشائش نظافة تجهيز الأرض في في موسيقى بتمارس النجي للزراعة النجي للحش في الحش في موسيقى اسمها موسيقى إنجيلي بتاعت الهامج دي ثلاثة مزامير ثلاثة صفارات بيعزفوها عشان يشجعوا بها الناس عشان يحشوا القش بتجي لحد ما تصل مرحلة الحصاد. في الحصاد طبعا في الـ 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 الغناء غناء الحصاد يعني في عادة جدع النار يعني لو ما مارسوا عادة جدع النار دي ومارسوا فيها الغناء بتاع الهشلية والغناء بتاع جدع النار أو غوري وكناد ما بيقدروا ما بيأكلوا من المحصول الجديد. تظل عادة جدع النار متوارثة تعمق علاقات وجدانية بماض راسخ لا يرتبط بعمر محدد. ولاية النيل الأزرق التي وصفت بأنها تتميز بتنوع بيئاتها القبلية والثقافية مما أفرز واقعا ثقافيا فلكلوريا تمتزج أنغامه ما بين الشدو والترنم والغناء. ورغم السيطرة الرجالية على حلبات الرقص إلا أن المرأة هنا تشكل توليفة لن تنفصل عنها طقوس عادة جدع النار لدى قبيلة الرجاريق
فتختلف أدوارها ما بين إعداد مستلزمات الاحتفال بوجودها المكثف في ساحات التعبير عن فرح للحماسة فيه مذاق ولون وأحيانا دموع وانفعال. تبدأ الاستعدادات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر. الحماس والنشاط كائن يمشي بين الناس فرحا بقدوم موعد لجذع النار فيه تكيزات تتنوع وتتعدد وتتشكل وفق ضوابط غنائية يقود عازفيها شخص معين متفق عليه، كل معزوفة لها دلالات ومعاني. بداية أعادة جذع النار تبدأ بليلة كاملة يتحلق فيها أفراد القبيلة أمام منزل شيخ العادة بأزيائهم المميزة لهم. كذلك تمثل مناسبة الاحتفال بجذع النار موسما اجتماعيا مهما لإحياء سبات العلاقات بين الآخرين الذين فرقتهم سبل الحياة المختلفة. يأتون من كل مكان، يدفعهم إحساس العودة للقرية ويشدهم رابط حضور هذه المناسبة. رغم مظاهر السعادة البادية على كل الوجوه إلا أن ذكرى الموتى لن تبرح مخيلة أي منهم، فيكون ضمن الاحتفال طواف وزيارات لمنازل الأسر التي توفى عنها عائلها ويتناولون وجبة الإفطار ثم تتواصل احتفالاتهم. تستمر احتفالات الرقص والغناء طيلة الأيام التالية حيث يرتدي الجميع الملابس الجديدة وتتزين النساء بالأساور وكل ما يطفي عليهن جمالا وبريقا ورونقا يستمد إشراقه من إرث التمسك به مفخرة والمحافظة عليه نوع من التأدب الجميل والحنين الذي لا ينقطع لكل أشكال الغناء والسمر. صبر ودي
وفي ختام العادة يتوزع الناس لبقية المناطق لإعلامهم بإمكانية بدء إعادة جذع النار عندهم، وتؤول الصلاحيات لشيخ القبيلة بعد أن تم منحها أيام الاحتفال لآخرين إعدادا لهم لتحمل المسؤولية. ما بين الحقيقة والخيال مساحة للجمال، وما بين الأسطورة والواقع دعوة للاستمتاع جسدها هؤلاء وهم يحتفلون بعادة جذع النار إذانا ببدء موسم الحصاد والخير. بيجمع الحياة كلها في النيل الأزرق، حتى الموت يعني في الموت في موسيقى الدوق، يعني اللي توفى زول كبير في السن أو زول شيخ أو عمدة أو هنا بيمارسوا له موسيقى الدوق وبيضربوا النجارة بتاعت المدينة دي، يعني بيقولوا هم زول كبير طبعا بيقوموا قال يفتح أضعنا الميت بالنجارة دي حسب العادات والطقوس بتاعتهم. فالدبق برضو موسيقى بتمارس في الوفاة، في الوفاة في الزواج برضو أيضا الموسيقى بتمارس في عند بلوغ البت من تبلغ تصل مرحلة الرشد برضو في موسيقى بتمارس في الولادة برضو في موسيقى، يعني الحياة كلها في النيل الأزرق هي عبارة عن موسيقى. سيد دكتور عندك إضافة؟ والله يا أخي أنا أفتكر أنه يعني النيل الأزرق والناس المجموعات الموجودة فيهم ما بيختلفوا عن مجمل التركيب الثقافي في المجموعات الأفريقية عموما، يعني الأفارقة في فهمهم للوجود ككل يفتكروا أنه الموسيقى هي سر الحياة، يعني يفتكروا أنه هم يؤمنوا بقوة مطلقة، يعني يؤمنوا بالأرواح، ويفتكروا أنه الميديا والوسيط الأساسي عشان توصل تبلغ رسالتك لهذه القوة عشان توفر لك الخير تحميك تعالجك تعمل أي شيء بدون موسيقى ما ممكن. ويقال أنه في بعض المعتقدات الأفريقية هم يؤمنوا بأن الله قد خلق الأرض والسماء في 6 أيام. فقالوا سألوا أحد الحكماء الأفارقة قال له طب اليوم السابع ربنا كان بيعمل فيه؟ قال ربنا كان بيخلق في الموسيقى في اليوم السابع، لأنه من شدة أهم يعني اهتمامهم بأن الموسيقى يعني يفتكروا أنها هي ذي الوسيط. والصوت في كلام حوله كثير جدا جدا، يعني موسيقى جذع النار مثلا اللي هي أغاني ما معها آلات موسيقية زي رقص العروس عندنا هنا لا تغنى إلا في فترة العادة على الإطلاق ممنوع منع باتا تغنى، لأي زول يحاول يغني الأغاني دي قبل الموعد دي ممكن يصاب بضرر يصاب بأذى تحصل له مشاكل كثيرة جدا، لأنه عاملها عاملة هي دي الطقس الأساسي الميجر اللي يوفر للناس خصوبة الأرض كمية الأمطار الكفاية وأن المحصولات دي بعد ما تمرق وتنجد تتحمي من أي آفة. طيب. من أي عشان لأنه ده أكل عيشه يعني ما فيها لعب يعني. ففلسفة الوجود في المنطقة دي كما بقية الأفارقة منبنية، يعني الموسيقى هي حاجة أساسية ومركزية في التفكير. نعم أستاذ أمير، نحن الآن موجودين في ولاية النيل الأزرق، هل بتقول إنه مثلا من كرامات النيل الأزرق والموسيقى إنها ترجع لنا الدكتور؟ نعم. هو طول من باحث في الموسيقى لكن يمكن الصوت طول ما غنى أو طول ما طرب بأغاني النيل الأزرق. أنا ما حافظ في أغاني النيل الأزرق ممكن أدخل الامتحان هل حينجح ولا حيفشل في اللغة يعني. هو الدكتور طبعا قاعد يغني اغنيه اسماعيل عبد المعين يعني ممكن ينجح في الامتحان. دي كانت مرحله يعني في العمر كنا بنقدر نغني لكن هسه شاخت الاشياء يعني. التقينا مره طبعا في الرصيرز، هو كان جاي من كدالو، كان عندهم برنامج بتاع السلامة موسيقى مع السلامة. التقينا في الرصيرز وقعدنا كده تحت الحي اسمه الدندور، وهو كان في آلة عود موجودة، هو بيعزف العود بصورة جميلة، فغنى لنا لإسماعيل عبد المعين فهو غني، وبعدين هو كان بيغني يعني في الأول بدأ مغني غني أغاني خليل إسماعيل لكن رفضه ده حينتغل لك انت مباشرة، وقبال ما نقدم طه أنا دار أسمع منك انت ودار نسمع المشاهد في النيل الأزرق إنه أمير النور واحد من أبناء المنطقة موسيقار من أبناء المنطقة يزعد إنه يقدم أغاني المنطقة. والله أنا طبعاً صوتي ما صوت غنائي يعني نحن ما حنجي صوتك اليوم لكن حنسمع. أنا بس حقوم أذكرهم بأغنية طبعاً معروفة في المنطقة اسمها عودية الباكية. قصتها شو قبال ما؟ عودية بيئي عودية الباكية الباكية أي فدي بيغنوها في المنطقة هنا، فدي أسهل من أنا عزيفها ناس المنطقة كلهم حيغنوا معك حيغنوها. Thank you.
ما تخرب ساي من الغنى لكن نعم يمكن غنى العوضية رجعت حياة كثيرة للنيل الأزرق. نعم فنمشي لفترة طه فيري. يعني هو طه فيري طبعا بالرغم انه من قبيلة البرتا وبيغني غناء البرتا لكن برضه اتناول لأنه النيل الأزرق فيها قبائل مجموعات عربية يعني موجودة في مجموعة الكماتير وفي طنابرة يعني الطنبور اللي انتقل من الغرب من مناطق الحمر والنا في جني الأزرق. ففي أغنية بتقول الشتالة في جدولة الشتالة في جدولة الشتالة في جدولة مديت يدي تناولها قالوا لي ما بتقدرها. الأغنية دي الأستاذ شرحبيل أحمد معجبين شديد جدا جدا. نحن نحيي شرحبيل في هذا العيد. فده حيغني الفطر حيغني من الشتالة. الشتالة في جدولة مديت يدي تناولها الشتال في حجر قام وبرع في حلوسي والحمام وده الشتال في حجر قام وبرع في حلوسي والحمام وبرع في حلوسي والحمام وعند الزول الضغط النظام قالوا لي ما بتكتر الشتال في الزينة دايم البحر وده الشتال الوسط النحر وده الوزينة دايم البحر وده الوزينة دايم البحر والجورة نعيش في Oh, God, oh, yeah.